السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم راح نتكلموا على لاعب جزائري، لاعب هذا محبوب من الجماهير الجزائريه، اللاعب هذا عنده امكانيات وفنيات رائعه. اللاعب هذا هو اسمه يوسف بليلي. يوسف بليلي راح نتكلموا على محورين مهمين. محور الاول قضيه الاشاعات اللي راهي تداول انه راح يمضي ولا امضى عقد مع غلطة سراي وانضمامه لغلطة سراي، والموضوع الثاني هو وكيل هذا اللاعب. من هو وكيل هذا اللاعب؟ أول شيء فيما يخص عرض غلطة سراي، هو مجرد أخبار دولتها بعض الصحف وتم نشرها على نطاق واسع، لكن المعلومات الرسمية تقول أنه اللاعب مازال باقي في الجزائر، والنادي أهلي جدة السعودي أرسل طائرة. ايضا لحد الساعه لم يلتحق يوسف بليلي بنادي الاهلي جده السعودي. الاسباب واضحه، بسبب ماذا؟ بسبب بحكم انه الجزائر مازال ما فتحتش الرحلات الجويه بحكم الكورونا وداء كورونا. اللاعب مازال موجود في الجزائر، يعني النهار اللي تم رفع الحجر هذا خاصه المجال الجوي راح يبدا يرجع اللاعب التدريبات العاديه والطبيعيه مع نادي اهلي جده السعودي، وترجع الامور عادي. يعني اداره اهلي جده السعودي وبحكم المنسق الاعلامي نتاعها اللي وضح كل الغموض هذا، وانه اللاعب باقي في اداره في نادي اهلي جده السعودي، وقضيه الا وقت فقط المشكل تاع الكورونا هذه، ولما يتم فتح الحدود ولا المجال الجوي راح يرجع اللاعب الى النادي تاعو يعني بكل بساطه. يعني قضيه انضمام يوسف بليلي غلطة سراي لحد الساعه مجرد اخبار، ليس يعني ما خبر رسمي. والاكيد 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 انه اللاعب راح يرجع للنادي تاعو، نادي اهلي جده السعودي. يعني انضمام يوسف بليلي غلطة سراي مجرد اخبار، وفقط المعلومات الرسميه ولا المصادر الرسميه من قبل اداره اهلي جده انه اللاعب باقي في نادي اهلي جده السعودي. هذا المحور الاول. قبل ما نتكلموا على المحور الثاني، نتكلموا على الاجون تاع اللاعب ولا وكيل اللاعب، اللي راه كاين بعض الناس يقولوا باللي هذا وكيل اللاعب وهذا يا وكيل اللاعبين المحترفين المنتخب الوطني وكذا وكذا. قبل ما نتكلموا ساعه نعرفوا يوسف بليلي كان يلعب في رائد غرب وهران، ولعب في الفئات الشبانيه نتاع بلدية وهران، ولعب في شباب أهلي برج بوعريريج، وبعدها انتقل من أهلي برج بوعريريج في 2010 إلى نادي بلدية وهران. بالضبط في تاريخ 18 جويلية 2010 انضم إلى نادي بلدية وهران. من بعدها يوسف بليلي انتقل إلى نادي الترجي التونسي. هنا تبدأ الحكاية. أول شيء كاين شخص مهم في حياة يوسف بليلي خاصة الكروية ولمسيرته الكروية. هذا الشخص هو الوالد نتاعو، عبد الحفيظ بليلي. عبد الحفيظ بليلي القائم بالأعمال، الوكيل، المناجر، الوسيط، سموا كيما تحبوا، هو اللي يشرف على يوسف بليلي، ولا هو الوكيل الرسمي تاع يوسف بليلي. يوسف بليلي لا الوكيل دوك نتكلم عليه اللي هو فقط اللي خارج الإطار تاع العائلة، ولا خارج اللي ماهوش يتبع الوالد تاعو، هو وكيل مغترب مروان حاكم. من بعد نطرقوا لهذا شكون مروان حاكم، لكن الوالد تاعو هو المهندس، هو المهندس، وهذا شيء بالعكس يدعو للفخر. انا يعني كي نشوف والد يوقف مع الولد نتاعو ابنه، وهو اللي يشوف له المناشير هذوما، ولا هو اللي يشوف له الانديه، وهو اللي يتفاهم معاهم ونيغوسي معاهم، يعني ما شاء الله صراحه، يعني شيء يدعو للفخر. قبل ما نتكلموا على الوالد نتاع يوسف بليلي، كاين شخص ايضا اللي ساهم بقصد كبير في تحويل يوسف بليلي الى الترجي التونسي. التاريخ بالضبط، باش نعطيك التاريخ بالضبط، يوم 1 جويلية 2012 تم انضمام يوسف بليلي الى الترجي التونسي. شكون اللي ساهم في العملية التحويل هذه؟ طبيعة الحال هو الوكيل، مش نتفاهموه، هو عبد الحفيظ بليلي. ما كان لا وكيل هذوما اللي يهضروا عليهم، لا والو، عبد الحفيظ بليلي الوالد يوسف بليلي صرار رئيس وفاق سطيف، هو اللي عاون يوسف بليلي في اتمام الصفقة، وكان هو اللي يتفاهم مع نادي الترجي التونسي، وهو اللي ساعدهم في الصفقة، مام حتى يوسف بليلي
اذكرها، اذكر انه راح كل موضوع ولا كل دليل نعطوه راح نحط لكم الرابط نتاعو اسفل الفيديو في الوصف. يوسف بلالي صراح يقول باللي عبد الحكيم صرار رئيس وفاق سطيف عبد الحكيم صرار في ذاك الوقت هو اللي ساعدني باش ننضم لنادي الترجي التونسي، هذه كمعلومه. الشيء الاخر نتفاهموا فيه انه الصفقه هي مده 3 سنوات، الصفقه لمده 3 سنوات، بعدها بتاريخ 1 جويلية 2014 راح غادر نادي الترجي الاتحاد العاصمه. شكون الوكيل؟ يبقى دائما عبد الحفيظ بلالي. موسم 2015-2016 تمت معاقبه، قضيه المواد المحظوره اللي تعرفوها ويعرفها كل الجزائريين. 2015-2016 تم معاقبه يوسف بلالي وبعد على كره القدم. من بعدها بتاريخ، هنا ركزوا مليح، بتاريخ 11 سبتمبر 2017 انضم لنادي اونجي اللي فيه شعبان رئيس فريق البيناسيون يعني الجزائري الفرنسي، شعبان الجزائري اللي معروف رئيس فريق نادي اونجي. هنا ظهر شخص جديد، شخص اللي هو لاجون تاع بلالي، ليس ليكي اللي يقولوا عليه هما، وراح نحطوا لكم تتاكدوا باللي هذا الشخص معتمد من الاتحاديه الفرنسيه، يعني اجون، يعني امور واضحه. اجون هذا الوكيل، هذا الوكيل اسمه فرانكو جزائري او بيناسيونو كما نقولوا، حاكم مروان. هذا هو اللي حاكم مروان اللي هو كان هو لاجون تاع يوسف بلالي بداية 2017 بتاريخ 11 سبتمبر 2017. مروان حاكم هذا واش كان يهدر ويتكلم؟ هذا هو لاجون حقيقي، لاجون راه نعاود هدرتي، لاجون الحقيقي فقط، نقطة ورجع للسطر، ما كانش لاجون آخر. كاين باباه لحد الساعة هو لاجون، لكن في 2017 في ديسمبر 2017 كاين لاجون اسمه حاكم مروان حاكم. مروان حاكم عنده تصريح، وكيل لاعب بلايلي يصرح بلايلي باقي في نادي أونجي ولن يعود للجزائر. هذا مروان حاكم، يعني بلايلي باقي في أونجي. لما ذهب وغادر غادر يوسف بلايلي مولودية وهران إلى نادي الترجي التونسي بتاريخ 1 جويلية 2012، حطوكم حتى الدليلة، هو لاجون تاعه هو الوالد نتاعو، الوكيل هو عبد الحفيظ بلايلي، يصرح للصحافة التونسية يوم انتقال بلايلي من مولودية وهران إلى نادي الترجي التونسي. شو اسمعوا واش قال، إنه جد راضي عن الصفقة وقال سعيت جاهدا لكي أدافع عن مصالح ابني. هنا وكيل يعني ندافع على مصالح ابني، حقوقه المالية، العقد، شروط العقد، أمور هذه كل الإدارية وكذا. قال لك سعيت جاهدا لكي أدافع عن مصالح ابني حيث أردت أن أضمن له صفقة تريحه، يعني صفقة لتريحه، والحمد لله وجدت مع مسير الترجي كل الأمور التي تساعدنا على تحقيق ذلك. لقينا يعني الشروط اللي توفر في ترجي تونسي اللي تخلي ولدي مرتاح. أضف إلى ذلك أنني متأكد أن ابني سيطور مستواه، يعني متأكد باللي ولدي معك يلعب مع ترجي تونسي راح يطلع المستوى نتاعو جيدا هناك، لأن كل الظروف مواتية. صحيح ترجي تونسي يبقى نادي محترف أحسن من الأندية الجزائرية اللي يحب واللي كره، أندية متطورة، مستوى، هياكل، مرافق، تنظيم، كل شيء، دون نسيان أن الترجي فعلا نادي محترف. هنا باباه يعترف باللي نادي الترجي نادي محترف. هذه راح توجدوها المقال هذا بالرابط، نخليكم كل شيء بالدليل اللي يقول باللي ماهوش بلايلي ما وكيل تاعو فلان وفلان وفلان، هاو الوكيل تاعو الأول هو باباه ويبقى دائما باباه. إذا كل من يقول باللي بلايلي راهو مام حتى في اونجي، كان دائما شعبان لما انتقل من اونجي من اونجي لنادي النادي الترجي التونسي في 2018 بالتحديد 26 جون في 2018، كان دائما شعبان رئيس نادي اونجي يتكلم على والد بلايلي وهو اللي مسيطر عليه، وهو اللي مش مسيطر عليه يعني بالمعنى انه مسيطر عليه، قصدي يعني هو اللي يتوكل الاعمال نتاعو ولا هو وكيله الرسمي، هو اللي المدير اعماله، دائما كان يصرح فيها شعبان رئيس النادي اونجي.
من بعدها من بعد الترجي راح 2019 راح الاهلي جده السعودي الفريق الحالي اللي مازال معاه يبقى بلايلي في الفريق هذا. اذا فيديو وضحنا الصوره للناس اللي ما تعرفش انه يوسف بلايلي الوكيل نتاعو الرسمي هو بابا الوالد نتاعو وربي يخليه له ويخلينا كل والدينا. لا 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 الشيء الثاني انه الوكيل الوحيد اللي خارج العائله ولا اللي خارج محيط يوسف بلايلي هو مروان حكم. مروان حكم جاء في فتره تحويله لانجي في 2017 فقط. من بعدها يبقى والد نتاعو عبد الحفيظ بلايلي هو الوكيل الرسمي ليوسف بلايلي الى غايه الان. راه في 2020 بابا عبد الحفيظ بلايلي امور واضحه. واللي عنده دليل ضد هذا الشيء قلتها مرارا وتكرارا يدير فيديو عليه ويفند الكلام هذا ويجيب لنا الوكيل الرسمي اللي خاطي الوالد نتاع يوسف بلايلي عبد الحفيظ بلايلي. نتمناو كل التوفيق ليوسف بلايلي في المسيره نتاع الكرويه. وصراحه اللاعب هذا لو خرج من اللي كان صغير ولا 20 ولا 22 ولا حتى 23 سنه خرج اوروبا كان راح ينفجر، لان هذا اللاعب عنده امكانيات هائله، فنيات مستوى عالي. لكن للاسف للاسف هذه بعض العقليات نتاع اللاعب المحلي اللي ما يعرفش يسير المسيره الكرويه نتاعو، يخير اما الخليج اما قله العروض، ما يقدرش حتى ولا يحب يروح اوروبا صعيب باش يتاقلم للاسف. نتمنوا له كل التوفيق ليوسف بلايلي ومزيد من التالق مع النادي تاعو ومع المنتخب الوطني الجزائري. في الاخير ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.